اليوم بدي اورجيكم جيم صغيره خفيفه كتير اسمها ذا كوربشن وذن، من هدول الالعاب الرخاص السريعين اللي بيخلصوا بساعه ونص، يعني بطول فيلم فعليا. القصه طيب بسيطه كتير، حاعمل يس وفوت اعمل نيو جيم. بالبدايه بيكون في فويس اكتنج، حاحط لكم اياه. Exploring the countryside with my wife and two children. We hadn't been able to afford a holiday while the kids were growing up. But finally, between my salary and Steph selling some of her paintings, we'd scrabbled together the funds. With two nights to go, we'd planned to spend the afternoon exploring a section of the forest by the lake we hadn't seen. At dusk, I was collecting things together while Steph and the kids answered the call of nature. I spent hours searching, calling. Frantically, I headed towards the only sign of civilization I'd seen. A grand mansion with a mountain behind it. I'd heard of this rumors and superstitions were rife about this part of the country. اوكي خلينا نكمل القصة على السريع. المهم اللي بيصير انه هذا بيكون بالغابة وبيضيعوا اهله، يعني مرته واولاده بيضيعوا. بصير بده يدور عليهم، بيصل لهذا البيت. وكل الجيم يعني هون حتجي حتدق الباب، حتحكي مع عالم، وحتروح تخلص كويست، يعني مو كويستات، انت اللي حتاخذ غرض من هون تركبه هون وهكذا. طبعا وفي اشياء كتير عم بتصير غريبه عم بتصير بهذا المكان، وحتلاقي طبعا القصه هدول مثلا لقينا هذا مشنوق هون وهي برا وقالت انه ليش هيك، وحتصير تستكشف بهذا البيت شو صاير وشو عم يعملوا اهله لهذا البيت وكل هالقصص. فهون مثلا فهون مثلا فيك تجي تستفقد هذا، في عندك انفنتوري هلا مع الوقت بتطلع بعد شوي، بتصير تقدر تستعمل اغراض هون مثلا قص الحبله، او هون مثلا اذا بدك تشيل الحبله اتس تو تايت. حنعمل باك تو اوبن اند كلوز يور انفنتوري بليس سبيس بار او البطيخ او تو موف اراوند. هون عم يقول لك هوت سبوتس وهيك. طيب في مثلا هذا ويل بارو، فيك تشوف شو هو، تجي تجرب الباب، تفتح الباب تمام. في هذا الشيء موجود اخذناه، حنجي هيك حنطلع هون، رجعنا على الباب هون، ندق الباب عليه نقول له اهلا وسهلا، نحكي معه وهكذا. ف هي البنت اجت اعطتني انفيتيشن لانه هي جابت لي اياها، هي اجت بعتت انفيتيشن قال هي مشان تفوت على البيت. وهلا بتقول له انه روح تفتل بالبيت مثل ما بدك، ما حدا له عندك. طيب واذا حدا حكى معك انا المسؤول، بما معنى طبعا هذا عم بحكي انا الشيء الحكي السريع. في شيء غريب صاير بهذا البيت وبدك تحاول انك تشوف شو صاير. طبعا عندك هدول الاغراض، بتبلش تدور، تكبس هون، تشوف هون، تشوف شو اللي مكتوب. الناس اللي بيحبوا هذا الشيء يعني ممكن يتسلوا. هلا هذا النوع من الالعاب انا بحبه كتير، ما بعرف اذا حدا انتبه على هذا الشيء، دائما بحكي عليه هذا النوع. بس خلينا نحكي كمان على الجيم. الجيم حلوه، القصه ماشي حالها، يعني حسيت حالي عم اتفرج على واحد من دول الافلام الرعب اللي بيكون فيها قصه غريبه هيك، وبدي اعرف شو صاير بهذا البيت. اوكي وبالاخير بكشفوا لك شو صاير. مثلا خلينا نشوف فلور مات، هاي بدنا نلاقي شيء نفتحه فيه، ممكن نحكي مع هاد نتفتل، حتلاقي شخصيات تانية تحكي معهم، ببلشوا يحكوا لك هيك هيك هيك. انا ما حقول لك شو مكتوب، يعني ما حقول لكم شو مكتوب لانه ما بدي ما بدي اخرب القصه تمام. هون مثلا في هذا اللامب، هاي شغله غريبه مثلا هذا اللامب. اوكي انا بيلزمني بجزء من الجيم، هاي عم بخرب شوي بس لانه ضروري. بيلزمني هذا اللامب محل بالجيم، في محل بروح عليه بيكون عتمه، هلا مو راضي يعني يشيله، بيقول لك لما بوصل لما بيلزمني بيجي باخده. اوكي طيب فاين ماشي، يعني هي واحده من الاشياء الغريبه بالجيم شوي. هون في هذا الشيء، هون في روب رابر هوز. اوكي هذا بيلزمنا بشغله هلا تذكرت شو هي. فحتمشي بالبيت وتجرب تجيب اشياء طبعا وانت ماشي، هذا هو الغريب بالجيم. سكريبتد هذا كله مكتوب، الناس بتختفي ما بتعرف وين بيروحوا، بدك تضلك عم تدور عليهم وتلفلف بالبيت هيك مثل المجانين، تعمل هيك وهيك وتحاول تلاقي شو اللي صاير. اوكي ضلك تلف هيك وكذا، يعني مثلا هلا انا بعرف انه انا وين رايح لاني لعبت الجيم قبل هيك، بس اول مره لعبتها يعني لما لعبتها كملتها للاخير شوي استغربت انه طيب شو بدك يعني اعمل هلا، ما في شيء بيدلك فعليا، فح
حتصير مثل التايه بالبيت. هل هذا مقصود؟ هلا انا كمان حسيت اني انا ضايع وانه هذا البيت عم يضيعني. سو هاي جزء يمكن من القصة وشي كويس ممكن. مو غلط ابدا، بس يعني هذا شيء بدك تنتبه منه، انه واحدة من الالعاب اللي انت ما بتعرف انت وين رايح. اوكي. بشكل عام مثل ما قلت لكم، الميوزك ظريف، القصة حلوة، ما في حكي كتير غير باول جيم واخر جيم، ما الباقي كله كتابة فقط. فيعني بس كان في الكلام بالبداية بس، وبس هذه هي. فالجيم كتير حلو، انا حبيته، ورخيص وسريع. حلو انه بيخلص بساعة ونص، ما بيطول كتير، وكل الاشياء حتكون بهذا البيت او بالمنطقة اللي برا البيت هون. يعني حبلش تتلف تفتل هون وكذا وتعمل هدول الاشياء. فمثلا بنكسر هاي، اخذت سلك، هذا السلك بقدر استعمله بشي شغلة بعدين. مثلا هون بجي بقدر اعمل هاد، لا ثواني، هذا هيك مثلا وهذا هيك، بعدين بيجي بتطلع يقول لك ايه، حتى لو انا ما عندي سبب اني اروح بالمي. اوكي فاين، يعني هذا خليه مثل عملت انا هون بربيش مشان اقدر اتنفس منه وانزل بالمي، عم يقول لك ما عندي سبب. فهيك بتعمل اشياء وبيقول لك اوكي مو وقتها هلا، بدك تتذكر امتى تجي. المهم هاي هي الجيم، شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، وبشوفكم بعدين، سلام.